البنات اللي تبغى تتزوج عن طريق الحب، نصيحة خذوها مني. التعارف في الأماكن العامة سواء كان كافيهات ومطاعم والترقيم والمغازل، هذه الأشياء كلها ما تؤدي إلى الزواج نهائيا. أول شيء لأنه منظومة الزواج وقدسية الزواج أعظم وأرقى وأنقى من إن هي تبدأ بهذه الطريقة المنحطة، تعارف والمغازل والكلام الفاضي. الزواج والمنظومة هذه أرقى بكثير، أرقى. النقطة الثانية إنه كل هؤلاء الشباب اللي يمشون في الأماكن العامة ويغازلون بنات الناس، كلهم باختلاف أعمارهم، باختلاف تخصصاتهم، باختلاف مهنهم، بكل شيء توجههم وهدفهم واحد من هذه العلاقة، إنه يروح مكان عام ويغازل ويرقم ويشتغل على الآيتروب. كلهم توجههم واحد وهدفهم من العلاقة واحد وبعيد كل البعد عن الزواج. الشيء الثالث والأهم إنه حتى لو أحد منهم قرر إنه هو يتزوجك، أنت لا تقبلين بهؤلاء الأشخاص. الشخص اللي يمشي في الأماكن العامة ويرقم ويغازل وفي الوقت 600,000 وحدة، أنت حتى أنت بنفسك ولو عرض عليك الزواج ما تقبلين. لازم تكون قيمتك عند نفسك أعلى من هي ترتبط بأشخاص يتصرفون بهذه